ستتزين الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعطي الكلمة لفضيلة الدكتور عبد السلام الترميذي فلتوجه الكرة. محط اهتمام كل الشعوب الآن، وله تدخل مباشر أو غير مباشر في كل الشعوب وفي كل جهات العالم، وكذلك بلاد الإسلام أصبحت اليوم لازمة من لوازم الثقافة والأخبار والاقتصاد، نسمع عنها كل يوم الجديد. هل يصح أن ينقطع حبل التواصل بين الغرب وبلاد الإسلام؟ أبداً. منذ البداية نقول أن الحوار ضرورة حتمية إيجابية للطرفين معاً. الحوار هو الدخول في التعامل مع الآخر بمنهجية تتوخى الكشف عن حقيقته وتزيد في التآلف والتعارف. ومن جهة بلاد الإسلام وثقافة الإسلام، تتضمن الشريعة الإسلامية في أصولها ما يدعو إلى الحوار وما يدعو إلى التعارف. وما يدعو إلى التعارف والتآلف لا بد من مبتغى وغاية ينبغي أن يعمل منها الجميع. ولا يعني الحوار أن يذوب طرف في الآخر وأن يتخلى عن ذاتيته وقناعاته، وإنما يعني الحوار أن يتفهم كل طرف الآخر بشكل حقيقي دون تنطع دون إفراط ولا تفريط. يعلمنا السلام فيما بيننا قولا، ويعلمنا أن نتفاعل مع السلام مع المسلمين ومع غير المسلمين، وألا نرهب أحدا من غير المسلمين. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من هنا أيها الأحبة، من هنا نشرح أمر السلام. فإفشاء السلام عالميا هو صمام أمان للمجتمعات بأسرها، ترتفع به دعائمها وتعلو به رايتها، ويعيش أبناؤها في أمن وأمان وسلم واستقرار، فيقوى اقتصادهم ويعيشون في سعة من العيش ورغد ورفاهية. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن من أصحاب الديانات الأخرى، العلاقة هي علاقة وقيضة وعلاقة حميمة، فحقوق غير المسلمين في ديار الإسلام ألخصها في نقاط بسيطة. لهم منا حق الحماية، وهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجي ومن كل ظلم داخلي حتى ينعموا بالأمان والاستقرار. C'est-à-dire que, eh bien, vraiment, les Belges ou certains Belges, certains musulmans se sont également chez eux en Belgique et apparemment réalisent sans trop de problèmes ces valeurs de vivre ensemble, d'universalisme, et ont pris le goût
de montrer qu'ils peuvent vivre leur islam tout en étant belges. Et donc, dans le concret, quel que soit ce cœur, hein, bon, ce serait à d'autres de faire des analyses au niveau des cœurs, cœur du Maroc, cœur de l'Europe, qu'est-ce que c'est que ce cœur de l'Europe? Enfin, ces frères, de toute façon, ces jeunes sont fiers de cette Belgique, de l'Europe, et ils sont fiers des efforts qu'ils font pour... في رعايتك يا الله في هذا اليوم المبارك له ما له من الدلالات له ما له من المقاصد والعناية الربانية لأنه خلق فيه سيد الأنام وأنقذنا من ظلمات الوهم يكرمنا بأنوار الفهم فإن نطقت لم أنطق بغيركم وإن سكت فشغلي عنكم بكم وعفر الخد ذلا في التراب عسى أن ترحموني وترضوني عبيدكم فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي وإن أبيتم فمن أرجوه سواكم يعجز الإنسان أن يتكلم في هذا المجلس الرباني الذي لا شك أنه تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويدخله الله في من عنده اجتمعنا من قبائل وأجناس وجنسيات وبلدان من كل ركن من هذه البسيطة محبة لله في الله وبالله ومحبة في رسول الله ومحبة رسول الله هي التي تحرك مهجنا وقلوبنا حتى نستيقظ من سباتنا وتغرس في قلوبنا كل هذه المحبة وتزيل العياء وتزيل الوهم وتزيل الوساوس إنها محبة رسول الله الرحمة المهداة التكلم والتحدث هذا المقام دخله آمنا ومن خرج منه خرج مطمئنا ومن عاش في حوزته عاش سعيدا بين أحضان في شيخ كريم يا أرحم الراحمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا يا رب شقيا ولا محروما هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان وآخر واحب بيني وبين غيري